شكرا جزيلا. بداية نهنئ الأخ السفير عماد العبد الله صالح ونترحم على الشهيد الزعيم رحمه الله. والحقيقة أن يجب أن تؤخذ العبرة من قبل السياسيين من كل أرجاء الوطن، أن أي أعمال أو أي قرارات يجب أن تكون منطقية وواقعية وحقيقية ودقيقة، بمعنى أن القرار عندما اتخذ في وقته كان غير واقعي وغير دقيق وغير حقيقي. والدليل ما تم اليوم من رفع للعقوبات بقرار دولي وبإجماع مجلس القيادة وبدعم من الأشقاء اتضحت الحقيقة. وما تم في هذه الفترة من رفع للقرار أو حذف له في من أجل مجلس النام هو عودة للوضع الطبيعي والمنطقي وإعادة الحق وتصويبه ورفعا للظلم. قبل النظر في الجانب السياسي، في الجانب الشخصي، في الجانب الاجتماعي، لا يجوز مثل هذه الأعمال. بالنسبة للجانب السياسي لها إن كان لها انعكاسات سلبية وأثرت على القضية الوطنية وعلى الصحافة الوطنية، ويعني ما تم هو المنطق من رفع العقوبات ولو أنها تأخرت. هناك جهود كثيرة بذلت من بداية العام، بالذات من بداية العام 2018 شارك فيها الكثير من الفعاليات البرلمانيين والسياسيين والقيادات المجتمعية والقانونيين، وتوجت أخيرا بقرار مجلس القيادة الرئاسي بمتابعة وجهد حديث من العميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة وتجاوب من رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس يشكر على ذلك. وأعتقد أنها تخدم مسار القضية الوطنية والصف الوطني، وهذا ما نصب إليه. والوطن يهم الجميع ويهم كل أبنائه، فالنظرة لها إن شاء الله أنها تحول ومنعطف هام في مسار القضية الوطنية وزخمها. طيب شيخ عبد الرحمن، كما تفضلت سيادتك وقلت أن هذا القرار تأخر كثيرا، يعني 10 سنوات الشعب اليمني ينتظر هذا القرار من مجلس الأمن، لماذا هذا التأخر برأيك؟ المماحكات السياسية كان لها دور، إضافة لبعض الحسابات الدولية كان لها دور آخر، يعني كلها اتضحت أنها كانت حسابات خاطئة لا تخدم القضية ولا تخدم من كانوا يتخذون هذه الحسابات. ويعني إضافة بعض المصالح كان يراد، لا أقول في بعض المصالح، مصالح دول يعني في هذا الجانب يظنون أنهم يحققون مصالح من وراء ذلك، والحقيقة ليست يعني للمصلحة المنطق ولا المصلحة الشعب اليمني. ولكن يعني اتضحت الأمور في الأخير وعاد الجميع للصواب، ونتمنى أن تستمر القرارات والموجهات في الشأن اليمني في مسارها الصحيح، لأن أبناء اليمن هم أدرى بشأنها، وأن التدخلات في مثل ذلك قد أعاقت تحرير صنعاء كثيرا أو لم تعمل على وحدة الصف الوطني كثيرا، أو لم تدع أبناء الوطن جميعا يسهمون في قضية وطنهم. شيخ عبد الرحمن، ماذا بعد رفع العقوبات عن الزعيم صالح والسفير أحمد علي عبد الله صالح؟ من أي ناحية؟ من الجانب السياسي وأيضا بشكل عام تأثيره على اليمن، على الداخل اليمني. نحن نعلم أن تأخير هذا القرار كان له دور سلبي وبشكل كبير جدا ودور كبير لما آلت إليه الأمور داخليا في اليمن. هناك تفاعلات شعبية كبيرة وترحيب شعبي كبير في، وحتى على المستوى الجانب الرسمي هناك ترحيب وتفاعل، وما نتمنى هو الاستفادة من طاقة كل أبناء الوطن في القضية الوطنية. بالنسبة لما يجب، أعتقد أن السفير أحمد علي عبد الله صالح هو صاحب القرار الأول فيما يعني قرره من ناحية العمل والأداء في الفترة القادمة. أما من حيث الوضع العام فالوطن بحاجة إلى كل أبنائه، وخاصة يعني المؤتمر وقيادة المؤتمر وكوادر المؤتمر جميع هذه تكامل الصف الوطني في قضيته ومعركته، وهذا ما نأمل إليه في الحالة القادمة حتى تتحرر بلدنا وعاصمتنا واستعادة دولتنا.